للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستديو سعادة هلال بن حمد الصارمي، عضو مجلس الشورى وممثل ولاية السيب. أهلا وسهلا بك سعادتك. حياكم الله يا عبد الله، وأهلا وسهلا بكم، وسعيد أن أكون بينكم يعني. يا مرحبا وسهلا فيكم، نحن أسعد بوجودك اليوم معنا، ومباشرة يعني من هذا اللقاء إلى الاستديو للحديث كذلك بشكل عام. بداية يعني سعادتك عن أهمية مثل هذه اللقاءات التي نرى أنها من يوم، ونجد كذلك إنه الشرائح والشراكة من فئات المجتمع المختلفة كذلك يعني تتأصل أكثر مع مكاتب المحافظين، وهذا اليوم اللقاء أتوقع سعادتك استكمالا لها. صحيح، بالفعل مثل ما ذكرت أخي عبد الله، يعني أعتقد لقاء اليوم هو تأصيل للمركزية التي هي رؤية من رؤى 2040، وكذلك هي مبدأ من مبادئ يعني جلالة السلطان ربنا يحفظه، أن أراد أن تكون للمحافظات لا مركزية مستقلة في المشاريع وفي كل ما يتعلق بتنمية المحافظات والولايات التي طبعا تتبعها. أنا أعتقد أنه مثل هذه اللقاءات لقاءات مهمة جدا، يعني لا سيما أنه ما سيقام في المحافظة من ولاياتها طبعا يمثلها طبعا يعني ممثلي شعب، ألا هم أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي. ويعني أعتقد أنه لتكامل هذه الرؤى ولتكامل العمل يعني بشكل يعني جيد، من الأفضل أن يكون عضو مجلس الشورى ممثل ولاية كذلك يعلم ما يدور في هذه المحافظة وما يدور كذلك في محيط ولايته، حتى يكون هو مساند ويكون داعم كذلك لمثل هذه المشاريع. وكذلك لأن العضو يعني دائما ما يسأل ويعاتب حتى من قبل المواطنين، أنه يعني نبغى نعرف إيش المشاريع القادمة، نبغى نعرف إيش اللي يصير، ما هو توجه الحكومة في المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، وكل هذه المشاريع هي عبارة عن مشاريع خدمية نعم تقوم فيها تلك الجهات الخدمية. فكان لابد أن يكون للعضو معرفة ودور كذلك في خلنا نقول اقتراح مثل هذه المشاريع. اليوم كان اللقاء شفاف جدا مع معالي السيد المحافظ، حقيقة كلمة شكر وتقدير وامتنان واعتزاز لمعالي السيد على هذا اللقاء، وكذلك سعادة الشيخ النائب المحافظ ومدراء عموم البلدية وكذلك سعادة رئيس البلدية، كانوا كلهم موجودين وشفافين في الطرح. نعم. وتقريبا جاوبوا على كل أسئلة الأعضاء بكل شفافية ومصداقية. نعم، يعني سعادتك اللي يميز هذا اللقاء أنه جاء تخصصي نوعا ما وفق أجندة واضحة. نعم. ويمكن هذا توقع تقدم كذلك في طبيعة اللقاءات حقيقة بين المحافظين وأصحاب السعادة أو حتى الفئات الأخرى من المجتمع. صحيح عبد الله، يعني أنا أقول دائما انتهى زمن القهوة والحلوى. يعني خلاص أصبح الآن زمن العمل. نعم. يعني وإن كان كان الكل لا يرضى إلا بأن يكون هناك عمل جاد حتى نرى تحقيق للأهداف جاد. ولذلك يعني لقاء اليوم أعتبر لقاء مثالي جدا، غير عن اللقاء السابق. نعم، اللقاء السابق التقينا بمعالي، لكن يمكن معالي السيد فتح الموضوع في اللقاء السابق ككل، وبدأ كل شخص يطرح يعني موضوعه، وكذلك هم استندوا لي يعني كان متابعة الخطط الخمسية وأدائها في تلك الفترة. لكن هذه المرة يمكن كانت هناك مطالبات كثيرة من الأعضاء وكذلك من المواطنين لمعرفة يعني ما يدور في المحافظة في مواضيع الازدحام المروري الذي تضج به المحافظة، وكذلك في موضوع الفيضانات الأودية والفيضان اللي يصير على المناطق السكنية وأضرارها. ودخلنا كذلك في الموضوع الجانب المتعلق بالاستثمار وما تقوم به البلدية في استثمار أراضيها خلال الفترة القادمة إن شاء الله. نعم، ساعتك شوية ترفع الميكروفون يمكن الصوت حتى يكون أوضح. موضوع الاختناقات المرورية، خلنا نبدأ بهذا الموضوع اللي كان أحد أجندة الاجتماع لليوم، ومردودة حقيقة ما فقط على سكان محافظة مسقط ولكن على جميع زوار ومرتادي المحافظة لمختلف الأغراض. ما هي أبرز الجوانب التي ذكرت في هذا الموضوع بالتحديد؟ شوف، يعني أنا أعتقد أنه يعني السير في أداء أي عمل يجب أن يكون ممنهج وفي خطة واضحة. حقيقة ما أوضحته اليوم الأخوة في بلدية مسقط وكذلك في مكتب المحافظ، بأن
يعني هم على دراية بكل مكونات هذا الزحام وعلى دراية في المناطق المزدحمة أكثرها، بل حتى بالأرقام كم سيارة تمشي في الشارع الفلاني، كم سيارة تمشي في الوقت الفلاني، وقت الذروة كم سيارة كانت تمشي وهكذا. معنى ذلك أنه الإخوة يعني يقوموا بعمل منهجي ممنهج كذلك حتى في قضية وضع الحلول. ولذلك اليوم اطلعنا على الدراسة اللي عملتها البلدية خلال الفترة الماضية في دراسة الازدحام في محافظة مسقط في جميع ولاياتها. وطبعا خلنا نقول الدراسة أوضحت أن هناك مشكلة حقيقية نعم في الزحام، الكل يعلم بأن الزحام خصوصا في وقت الذروة أصبح عالي بشكل كبير، ولا سيما في ولايتي السيب وبوشر يمكن هم أكثر من تعاني بشكل مستمر من الزحام. ولذلك كان تركيزنا كثير على تلك الولايتين حتى في مناقشاتنا مع المحافظ. وعلى العموم هناك دراسات عديدة وهناك اقتراحات الآن وضعت في مكتب المحافظ، منها يعني توسعة الشوارع الحالية سواء كان شارع السلطان قابوس أو الشارع السريع. هناك الآن يعني خطة ودراسة لتوسعة هذه الشوارع، كذلك يعني هناك حديث حول موضوع النقل العام، يعني كذلك تطوير النقل العام، ومنها طبعا موضوع المترو، لأنه يعني الظاهر أن يعني الحكومة جادة في قضية المترو الآن والعمل فيه، فلذلك أتوقع هناك يعني مسارعة في هذا الموضوع. كذلك قضية استخدام النقل العام بطريقة يعني قد تكون مبتكرة ضمن أسعار مخفضة، يعني الإخوان يحاولوا بقدر المستطاع أن يجدوا حلول. للأسف يعني صار هناك ضغط على الشوارع ولم تكن هناك خلنا نقول خطة واضحة في السنوات القادمة، ولذلك رأينا الآن أن المباني يعني كلها أصبحت قريبة من الشوارع العامة، فتوسعتها راح لن تكون سهلة. في كذلك خطط أخرى يعني قد تكون نوعا ما مساندة، إيجاد يعني شارع بديل للشوارع الموجودة كذلك ضمن خطط البلدية اللي تفكر فيها. أعتقد كذلك في احتمالية توسيع الشارع البحري، يعني ممكن كذلك أن يكون هو مساند للشوارع الثلاثة. أتوقع خلال إن شاء الله السنوات، وهذا للعلم يعني على أساس أكون شفاف وصريح، هذه من أولويات المحافظة. يعني إحنا استعرضنا أولويات المشاريع، وما أتحدث عنه هو يعني أولوية من ضمن أولويات المشاريع. كذلك كان هناك حديث يعني يمكن خاص حول موضوع السيب، لأنه يعني بالسيب يعني تعتبر الكثافة السكانية والازدحام المروري فيها عالي جدا. فهناك مشاريع بإذن الله قادمة لولاية السيب، منها مشروع توسيعة طبعا شارع الثامن اللي هم أعلن عنه، بيكون عندنا كذلك توسعة لشارع مسقط مول. للشارع ذلك كذلك سيتم بإذن الله تعالى توسعته أو درجه ضمن المشاريع القادمة بشكل أولوي. عندنا كذلك مشروع اللي هو من دوار جامع ميزون إلى دوار الشباب، ومنها كذلك للدوار الآخر. هناك كذلك فكرة لتوسعة الشارع وعمل مخارج ومداخل جديدة وإغلاق بعض المداخل طبعا على حسب ما يراه المختصون. كذلك الشارع اللي من يعني من دوار الخوضة ويسموه على دوار الخوض إلى دوار المعبيلة، نفس الشيء هناك خطة لعمل توسعة للشارع. أنا أعتقد مثل ما قلت لك أن هناك المشاريع خلاص شبه جاهزة. كان طبعا في السابق يمكن تنقصنا الأمور المالية نوعا ما، وأن هناك شوية صعوبة في تنفيذ هذه المشاريع، لكن أتوقع إن شاء الله مع تحسن أسعار النفط مع التحسن الاقتصادي للبلد أعتقد ستكون إن شاء الله ضمن أولويات المحافظة بإذن الله. نعم، يعني سعادتك أنت تتحدث وبعض العالقين يمكن في زحمة دوار الموجي يسألوا يقولوا ما سمعنا سعادتك يذكر هذا الموضوع، رغم يقولوا أنه يمكن حتى لو حل مؤقت، يعني تعرف أنت كان البعض يطالب أنه ممكن تعمل مخارج مثلا يعني متجهين إلى العذاب. لا من ضمن يعني يمكن أنا ما ذكرته على سياق الحديث، لكن نعم من ضمن المشروع هذا مشروع من ضمن أولويات، لأن احنا شفنا طبعا المشاريع كلها. فأنا أقول وأكرر أن مشروع دوار الموج من ضمن أولويات المحافظة إن شاء الله، وأكيد يعني أتوقع خلال سنة سنتين بإذن الله يعني ستحل هذه المشاكل إن شاء الله بإذن الله تعالى. الملفت سعادتك في حديثك أنه وكأنها منظومة متكاملة الآن، حزمة متكاملة يعني لموضوع الازدحام في محافظة مسقط، ما كانت تعنى فقط بولاية واحدة أو بنقطة واحدة. يمكن أنت ذكرت موضوع التحدي المالي،
هل هناك ثمة حلول وإن كانت جزئية أو مؤقتة ممكن نشاهدها بشكل سريع لبعض النقاط السوداء خلنا نقول في الازدحام؟ نعم، يعني هناك حقيقة، يعني أنا مثل ما قلت لك، يعني أنا أرى توجه جديد قادم، يعني حتى على مستوى إدارة المحافظات، يعني إشراك القطاع الخاص في ضمن مسؤوليات الاجتماعية هي أولى أولويات كذلك المحافظة في العمل. فيعني أشار إلى ذلك سعادة يعني معالي السيد المحافظ هذا الأمر، وذكر أن هناك بعض المشاريع ستكون بالتعاون مع القطاع الخاص. جميل. فلا يمنع كذلك، يعني للعلم حتى مثلا مشروع نفق العامرات اللي الناس تتحدث عنه، نعم هو مشروع يعني موجود ومشروع تم دراسته، والآن يعني يبحثوا عن 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 حتى يعني شراكة مع القطاع الخاص حتى يقوم مثلا يقام يعني بإنشاء هذا النفق. فمثل ما قلت لك، يعني أتوقع أنه وللعلم يعني أصلا هناك حتى إمكانيات كامنة، أنا أقول لدى البلدية، يمكن إحنا ذكرناها للإخوة في ضمن نقاشنا، أنه يعني حاولوا دائما تستغلوا مواردكم اللي موجودة عوضا عن انتظار المبالغ المالية من هنا أو إنزال مناقصة. فهناك بعض الحلول التي يمكن أن تقام بشكل سريع، ويمكن أن دون الحاجة إلى انتظار يعني موازنة. اتفق مع ذلك طبعا جميع المسؤولين معنا، وإن شاء الله أنا أتوقع مثل ما قلت لك أن سنرى بعض يعني الأشياء اللي يمكن أن تقام خلال الفترة القادمة، لكنه أنا ما أريد كذلك أن أوضح أنه الصورة كلها بيضاء. نعم. يعني في الحقيقة وضع محافظة مسقط يعني وضع ليس يعني أنا أقول لك بسهل. التعامل الآن مع إضافة حارة واحدة فقط، لو فكرنا في شارع السلطان قابوس كم سنحتاج. نعم. من تعويضات يعني إلى أن نصل إلى هذه المرحلة. ومشاريع الطرق دائما ترى من المشاريع المكلفة حقيقة، يعني حتى لما نتكلم عن المخصصات المالية يعني يحتاج لها إلى مخصصات مالية ضخمة. طبعا يا أخي، مشروع والله أنا ما أريد أقوله، لكن بس تفاجأت من مشروع يعني صح أنه في منطقة يمكن تكون صعبة ومنطقة تحتاج يعني أكثر من 100 مليون ريال، وهو شارع يمكن ما يتجاوز 5-6 كيلو يعني. نعم. فلذلك أقول لك أن بالفعل المشاريع في المناطق الصعبة مكلفة، وحتى لما نتكلم عن شارع مثل شارع سلطان قابوس، أنت تتكلم عن التعويضات المليونية خلنا نقول اللي ستكون لولا قدر الله يعني أريد أن يتم إضافة حارة إضافية. فالموضوع يحتاج إلى دراسة وتعمق، ولكن إحنا والكل يطالب أن تكون هذه الأعمال تنفذ بشكل سريع. وحقيقة يعني ما رأينا أنه الجماعة جادين في التنفيذ، لكن يبقى يعني الأمر قد يكون مالي قد يكون تنفيذي، لكن يعني أنا أؤكد على أمر أنه أتوقع خلال السنتين القادمتين سنرى تغيير إن شاء الله في موضوع الازدحام بإذن الله تعالى. ساعتك لما ذكرت جزئية المترو قلت لمسنا جدية في هذا الموضوع، ما هي مؤشرات هذا الجدية وهذا الاهتمام؟ لأنه البعض خاصة في هذه الظروف يقول موضوع المترو كأنه حلم يعني أنه يتحقق في ذي المرحلة. يعني هو شوف، موضوع المترو كذلك يعني أنا أقول لك أي شيء يضاف في مسقط ليس بسهل في الحقيقة، يعني أنا أكون صريح معك. يعني لأنه المنطقة أصبحت مكتظة يعني، وللأسف يمكن قد تكون هذه لم تكن من ضمن خطط المسؤولين السابقين أن يكون هناك مساحة لعمل هذا المترو. لذلك يعني حتى ضمن التفكير في خطة المترو هي عبارة عن مسألة تحسها صعبة، وإن أنت يمكن تراها وأنا أراك حلم، لكن أنا أؤكد لك يعني لأن هناك لجنة الآن يعني وزارية تشتغل في هذا الأمر، وأعتقد أنهم وصلوا إلى مراحلهم النهائية، وحسب ما فهمنا أنه الآن هناك شركات عالمية تم عرض المشروع عليها، وينتظروا أعتقد أنه هو الموافقات والتسهيلات والإجراءات اللازمة لعمل المترو. أنا ما أستطيع أقول متى لأنه هذا الأمر ليس بيدي، لكني ما رأيته وما لمسته من جدية في حديثهم في عطائهم في عرض الفكرة. أتوقع أنهم أعتقد كذلك لا مناص تعرف من تنفيذه الآن، لأنه هذا الموضوع طرح ونوقش في الإعلام وطرح كخطة كذلك بديلة لتقليل الازدحام، فأعتقد لا مناص من تنفيذه الآن يعني. نعم. سعادتك، في المؤتمر الصحفي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يمكن طرح ولأول مرة وبشكل جاد هذه المرة موضوع الاستثمار في الطرق والشراكة مع القطاع الخاص، وطبعا هذه الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البنى التحتية وبالتحديد الطرق يعني أكيد يترتب عليها إعادة الفكر نحو تقديم الخدمات. يعني يمكن نشوف في خدمات موجودة تقدم بالمجان، وفي خدمات تقدم برسوم ذات جودة أعلى. يعني
من وجهة نظرك أنت سعادتك، إذا كانت هذه الشراكة سوف تحقق تسريع في تنفيذ هذه المشاريع، هل تعتقد أنه يعني بيكون مردودها جيد ومن من المفيد أن نمضي فيها ونتقدم فيها حتى لو كانت بعض الخدمات برسوم؟ شوف عبد الله، يعني أنا أتوقع يعني الرسوم أصبحت أمر لا بد منه، يعني الآن مثلا إضافة بعض المواقف الآن برسوم التي قامت فيها بلدية مسقط، قد نراها إحنا إنه هو أمر يعني صعب وهو بالفعل سيء على المواطن وعلى المقيم، أنا بدفع في كل موقف الآن، لكن لما تيجي تسمع رأي البلدية فيها بيقول لك هذا عمل تنظيمي، يعني أنا الآن محتاج أني أنظم هذه المواقف، هذه المواقف كان يقف فيها حتى يعني الأصحاب الموظفي الشركة هذه كان يقفوا في هذا المكان، شخص يعني باغي يروح المطار باغي يروح أي مكان كان يوقف سيارته ويروح، فأصبح الـ يعني الزبون عندما يأتي ليقف في هذا المكان لا يجد يعني مكان يقف فيه. صحيح. ولذلك من عملية تنظيمية نعم هناك بعض الخدمات اللي تحتاج إلى رسوم، وهذا أمر مطبق في جميع دول العالم، يعني إحنا كنا نتحدث معهم عن قضية مثلاً يعني ارتفاع رسم المخالفة على سبيل المثال، كانت مخالفة بلدية مسقط في الوقوف إذا ما دفعت وما ما رسلت الاس ام اس كان 3 ريال، الآن المخالفة 10 ريال، وتم ربطها مع الشرطة. تعرف أن الآن هم يذكرون أنه بعد ما صارت المخالفة 10 ريال أصبحت الناس تتهافت للإرسال الاس ام اس عشان الموقف، يعني أضعاف مضاعفة. شوف أنت الآن ترى غيرت حتى سلوك الناس، يعني يعني عوضا عن أن الواحد يوقف سيارته ويجلس 4 ساعات الآن بيضطر يوقف سيارته بيجي الساعة على الأقل عشان يروح يخلص ولا يدفع من جديد مرة ثانية، ويحسب لهم تسهيل عملية سداد الرسوم هذه، أو نصارت بالأسمس، يعني سابقا كنت لازم تروح للجهاز يعني على أساس بالضبط، الآن تسهيل وبعد ما يكون عندك 50 بيسة بتجي تدور 50 بيسة الآن العملية أصبحت سهلة. على نطاق الطرق سعادتك، هل تعتقد أنها فكرة كذلك بتكون جيدة إذا طبقت؟ لأن أنت ذكرت مثال المواقف، إذا قلنا الطرق يعني مثلا نفق العامرات مثلا، إذا الطريق الحالي موجود والنفق مثلا موجود ولكن برسوم، أنت تعتقد أنه نحن جاهزين لهذا النوع من الخدمات وهذا النوع من الثقافة؟ أنا أعرفك أنك يعني شوية بغيت توديني مكان ثاني بس أنا رديت يعني لا لا شوف يعني أنا لا تخليني مع ذا ولا مع ذاك، يعني في الوقت الحالي أنا أعتقد يعني الأمر غير مطروح، يعني ولا أعتقد أنه مساغ أو مستساغ خلنا نقول، لأن يتحمل المواطن أي رسم آخر، لكن أنا أتوقع مع إن شاء الله تحسن الأوضاع مع إيجاد طرق بديلة تكون كذلك ليست يعني أقل من النفق أو غيره، نعم قد يكون في مرحلة ما يعني يمكن أن يضاف رسم معين، لأنه بالنهاية أنت إذا كان مواردك محدودة يا أخي وما عندك، ولكن تعرف أن هذا المشروع مطلوب وجاك مستثمر وقال لك بسوي، نعم أكيد هناك كذلك تواصل من الحكومة لخفض هذه الرسوم، أن تكون رسوم يعني قادر الإنسان أن يدفعها، وأنا أتوقع كذلك ترى هو الرسم وإن كان سيكون لمدة محدودة يعني إلى أن مثلا تنتهي يعني قيمة تكلفة هذا المشروع ومن ثم يعني ينتهي هذا الرسم، ولكن في الوقت الحالي لست مع إضافة أي رسوم أخرى لا لشوارع ولا لغيرها. على كيف تجي الشراكة سأتفق مع القطاع؟ لا ممكن تجي الشراكة من خلال المسؤولية المجتمعية عبد الله، يعني من خلال مثلا الآن أنت تعرف أن هناك يعني مشاريع مليارية والحكومة تعطي أو تسند هذه المشاريع وفق مثلا حق انتفاع لأراضي معينة معي من هذه من حقوق الانتفاع هذه أن المشاريع تدي بالمالية، يفترض أن يكون هناك نسبة وتناسب فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، فلو فرضنا هذا الأمر لو اشتغلنا عليه بشكل جدي لوجدنا أنه يعني ممكن أن تقام. أمر آخر أنت كذلك ممكن كذلك أن يعني على سبيل المثال إحنا يعني ومن المشاريع الاحتمال أن تكون هو الاستثمار اللي هو شارع العمرات الحالي استثمار الجبل، نعم وأعتقد أن شركة عمران ستمسك هذا الموضوع أعتقد بمساحة حسب ما أذكر يعني أكثر من 1,000,000 متر مربع معناته أنه عمران كشركة راح تجيب مستثمرين، هذا المستثمر إذا يحصل على هذه الأرض يعني خلنا نقول بسعر زهيد أقل ما يمكن أن يدفعه ويساهم فيه هو عمل النفق هذا، فمن هذا العمل ومن هذا الترابط والانسجام ما بين قيمة الانتفاع لهذه الأرض وما بين الاستثمار أتوقع أن المسؤولية المجتمعية ستكون حاضرة بشكل قوي خلال الفترة القادمة.
نعم. سعيد المحروقي يتواصل معنا عن طريق البث المرئي المباشر ويقول يعني قبل له ينزل من السيارة يريد يسمع كذلك حديث سعادتك حول موضوع تصريف المياه، أكيد كان من المواضيع المطروحة اليوم. نعم نعم نعم. ويعني ما أعرف ما أبرز ما طرح في هذا الموضوع، لأنه التجربتين السابقات هذه الماضيتين آخر أمطار. نعم. رغم أنها ما كانت بتلك الغزارة لكن سببت أزمة يعني في محافظة مسقط. نعم. هو طبعا يعني نفس الشيء الأخوان في المحافظة عاملين دراسة متكاملة حول مصارف الأودية، ولعل يعني المشكلة الرئيسية كان في مصارف الأودية هي يعني قضية التعديات اللي صارت على الوديان، وقضية كذلك انه المسارات يعني من خلال حتى المسارات القديمة بدأت تظهر، يعني معالي السيد يقول احنا الان صرنا نشوف مسارات ما كنا يعني نشوفها سابقا، فمعنى ذلك بدأت المسارات القديمة قد تحيي نفسها مثل ما يقال، و يعني الماء دائما مثل ما يقول ما يتعايا هين يسير، يعني في يعني يذهب في اي مصرف ممكن ان يكون فيه. فلذلك احنا نقول انه على ما تواجهه الان يعني المحافظه من خلنا نقول سوء تخطيط فيما يتعلق بمصارف المياه، لانه احنا في اي زخه مطر بالفعل نغرق. هناك تحرك سريع الان تم في موضوع مثلا شارع الغبره، الآن خلاص العمل جاري حسب ما بلغونا، ونبل سبحان الله ونمار كذلك رأيتم يعني أن الجماعة الآن يعملوا مصرف من المنطقة هذه إلى إن شاء الله الوادي اللي قريب من الجامع الكبير، سيكون هذا المصرف كذلك متاح، كل المياه المتجمعة سيأخذها طبعا إلى الوادي إن شاء الله تعالى، ومن ثم يأخذ مساره إلى البحر. هناك حلول متكاملة للموضوع، ليس هذا فقط، يعني هناك مشاريع خلنا نقول سدود ستقام إن شاء الله من ولاية قريات إلى ولاية السيب، كل منطقة من المناطق التي طبعا تحتاج إلى سدود حماية سيتم إن شاء الله إنشاء هذه السدود. حاليا أعتقد هناك سدين في وادي عدي سيقلل من كمية المياه اللي تروح، هناك أعتقد سد كذلك في الأنصب وسد في الجفنين، والآن بدأ ينشأ 50% من سد الجفنين الآن جاهز، سيقلل من كمية الأمطار اللي متجهة إلى جامع ميزون. عندنا سد آخر سيقام إن شاء الله في وادي الخوض كذلك، يعني من السدود الجديدة. يعني المحافظة الآن إيش اللي يعملوهم؟ يعملوا الآن فكرة سدود حماية في مناطق مختلفة من محافظة مسقط، وكذلك سيتم تأهيل المصارف على مستوى المدن، فهم شغالين الآن من جانبين. الآن هناك مناطق مثل ما يقولوا حمراء تحتاج إلى تصرف تدخل مباشر، منها طبعا منطقة اللي عند جامع ميزون سيتم التعامل معها بشكل سريع، وكذلك مصارف ما بعد المصارف اللي تروح طبعا إلى منطقة الحيل الشمالية وحيل العوامر الشمالية اللي سيتم كذلك التعامل معها من خلال طبعا مصارف جديدة سوف تنشأ إن شاء الله يعني من خلال خطة البلدية. كل طبعا مثل ما قلنا في المناطق اللي الآن متضررة بشكل كبير من هذه المياه الآن البلدية تتعامل معها بشكل سريع، وهناك دراسات أقيمت وهناك حلول الآن تنفذ، يعني حتى على مستوى يعني بوشر في أكثر من منطقة الآن يعملوا فيها من خلال موارد البلدية. ممتاز. عندنا في السيب كذلك هناك يعني مصارف جديدة ستعمل من بعد طبعا سد وادي الخوض، وكذلك من مثل ما قلت لك يعني الآن مسارات جديدة ستكون من بعد جامع ميزون، فيعني هم الآن حاطين في بالهم أنه خلال سنتين 3 سنوات إن شاء الله هذه المشاريع تنجز وتكتمل، ومن المتوقع إن شاء الله 90% من مشاكل مصارف المياه بإذن الله تعالى في مسقط إن تمت هذه المشاريع تنتهي بإذن إن شاء الله بإذن الله تعالى. هل تم اليوم التطرق يعني سعادتك إلى يعني الكلف المالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم، خاصة أن تذكر أن في دراسات يعني حتى نعم. لموضوع نعم. لأنه في أكثر من مرة لما كنا نتابع في وسائل الإعلام هذا الموضوع يعني كان يوصف أنه مكلف للغاية، مكلف موضوع جدا نعم. مكلف تصريف المياه، لأن مثل ما قلت أنت عبد الله مشاريع الطرق مكلفة، وكذلك مشاريع حتى المصارف مكلفة. أنت لا تنسى أنك لما تعمل الآن مصرف تحتاج أنك في بعض الأحيان تقطع شارع، تحتاج تعمل تحويلات في بعض الأحيان، قد تكون هذه المناطق لناس تحتاج إلى تعويضات. صحيح. فهي أصلا مكلفة، يعني مثل ما قلت لك إن لم تكن هذه ضمن خطة يعني الخطة السابقة في إنشاء المدن أنت الآن تواجه يعني مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. فهي مكلفة، يعني أنا يعني أقول لك في بعض المشاريع
يعني تكلف أكثر من 50 إلى 60 مليون. يا أخي مشروع سد واحد يمكن من ضمن السدود الكبيرة بيكلف أكثر من 100 مليون وهو سد واحد، فما بالك بالسدود تقريبا يعني أعتقد في المحافظة حسب ما أذكر إحنا محتاجين إلى أكثر من 11 سد. نعم. يعني 11 سد محتاجين الآن نعملهم، وحسب ما قال معالي السيد بأن هناك توجيهات يعني من جلالة السلطان خاصة لهذا الموضوع بأن يتم التعامل مع مشكلة تصاريف المياه بشكل يعني مباشر، يعني خلنا نقول أوضحها بشكل أكثر. يعني في السابق كان المسؤول عن السدود وإلى الآن هي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، هم إلى الآن هم المسؤولين عن السدود. نعم. وكانوا يعملون بمنأى عن ما يتعلق بما تعمله بلدية مسقط. بلدية مسقط كانت مسؤولة عن المصارف ولكن الوزارة كانت مسؤولة عن السدود. الآن لا، تم عمل لجنة وزارية فيها كل القطاعات المشتركة في هذا الأمر، فيها من وزارة الأسكان، فيها من بلدية مسقط، وفيها من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يجتمعوا بشكل متكامل ودائم لوضع الحلول المناسبة. فالآن أصبح لجنة واحدة هي تعمل على وضع الخطط المناسبة لهذا الأمر. وذلك رأينا وإحنا كنا حتى مع سعادة الوكيل الوزارة كنا نتسأل عن السدود، ولذلك حقيقة ذكر إنه هناك الآن يعني خطة متكاملة مع بلدية مسقط في وضع السدود، ولذلك الآن الوزارة هي من تشرف على هذه السدود وتقوم بالإشراف عليها وبنائها من خلال، وكذلك بالتعاون مع بلدية مسقط اللي تعمل على إيجاد المصارف. فهنا سدود وهنا مصارف، لو اكتمل هذا العمل وهو الآن بإذن الله يعني مكتمل حسب خطة واحدة تنتهجها الآن كل القطاعات، سنرى أن هذا الموضوع بإذن الله سينتهي. ولذلك مثل ما قلت لك توجيهات جلالة السلطان أن تكون هناك عمل واحد، يعني ما نريد حد يعمل لك سد وما حد يعمل مصرف، لا، صحيح. تعمل لي سد تعمل لي مصارف. ولذلك سيكون إن شاء الله المشاريع في جدول واحد وفي زمن واحد بإذن الله تعالى. نعم سعادتك، لفتتني مداخلة أحمد الراشدي عبر تويتر، يقول الواضح من كلام سعادته أنه مشاكلنا تتعقد بسبب سوء التخطيط سابقا، يعني لو كانت عندنا إحرامات في الطريق أكبر كنا بنقدر نضيف حارة، لو كنا مخططين من قبل حال الطريق هذا والمصارف ما بيكون التنفيذ أسهل. فيقول ما دورنا كذلك في أننا نستفيد من هذه الدروس في المخططات الجديدة بحيث أنها تكون مخططات تراعي كل هذه التفاصيل وكل هذه التحديات اللي نواجهها اليوم؟ يعني كلام الأخ أحمد يعني نوعا ما قد يكون شبه منطقي، يعني لكن أنا ما أحب أقول سوء تخطيط بقدر ما أقول إنه يعني ما أقول عدم إدراك، لكن تعرف أنت ما تعرف ماذا سيكون في المستقبل. يعني في الحقيقة عندما مثلا بنيت الشوارع في قبل خلنا نقول 30 سنة، من كان يتصور أن ولاية السيب سيكون فيها 500,000 من السكان؟ يعني فلذلك أتوقع هي المشاريع يعني وضعت خلال فترة يعني تلك اللي تتناسب مع تلك الفترة، ولكن يمكن قد يكون يعني التخطيط لم يعني يدرك أن هناك يعني مستقبل قادم في ضغط أكبر. فإحنا نقول إنه لا، أنا ما أعفي طبعا القطاعات يعني، وأنا أقول لك إنه يعني ما أحد المسؤولين يعني ذكر هذا الأمر، قال نعم يعني في سوء تخطيط ولم يتم التخطيط لهذا الموضوع يعني مستقبلا، ولذلك احنا الان نعاني من هذا الامر. صح. لكن مثل ما قلت لك احنا ما نعرف ماذا كان يواجه المسؤولين في تلك الفترة، ولذلك ما نستطيع ان نقول يعني انه سوء تخطيط، انما قد يكون جانبهم يعني الخطأ، قد يكون والله هم يعني مواردهم المتاحة في تلك الفترة يعني ما تساندهم لوضع شيء اخر، وضع الطرق قد يكون مختلفة. وللعلم يا اخي يعني اللي راح أوروبا وعاش، أنا يعني كنت في أوروبا في فترة من الفترات، يا أخي كل يعني 6-7 شهور نشوفهم يعدلوا شارع ويعملوا مسار. يعني تعرف أنت المدن عندما تزدهر وتكبر طبيعة الحال بتحتاج إلى خدمات مساندة، فلا بد أن تضحي في بعض الأحيان. وأنا أقول يعني إحنا ما زلنا إن شاء الله يعني نسعى أن تكون يعني مسقط خلنا نقول يعني سلسة الدخول وسلسة الخروج، هذا ما نتمناه بإذن الله تعالى يعني. بإذن الله تعالى. هذه تحية لبدر العنقودي، يعني قلت ترى هو جزء
من أو جزء أصيل حتى من عمل التخطيط في أنه يحسب حساب المستقبل خاصة في مشاريع البنى الأساسية، لأن هذه المشاريع تستمر معك لعقود يعني من الزمن. وأحد المتابعين يذكر مثال الخوض السادسة، يقول هذه مدينة جديدة، يعني هذا منطقة جديدة مثلا، لكنها جالسة تواجه من التحديات ما تواجه بسبب يعني بعض الجوانب التخطيطية. هذه مداخلات على العموم. نعم. يعني تطرق اللقاء اليوم كذلك سعادتك إلى أبرز المشاريع الاستثمارية في المحافظة، فما هي أبرز هذه المشاريع المنتظرة؟ أنا خاف يعني يحسبوني داوم في المحافظة. طبعا أنا يعني مثل ما قلت لك، قد تكون هناك بعض المشاريع المسندة الآن لم يتم تنفيذها، أو خلنا نقول حتى لم يتم الموافقة عليها يعني. لكن يعني ممكن نتطرق إلى أن هناك مشاريع قادمة، يعني خلنا نقول استثمارية سياحية إن شاء الله في محافظة مسقط يعني خلال الفترة القادمة. أنا أؤكد على أمر أنه يعني المديرية العامة للاستثمار في بلدية مسقط التابعة لمحافظة مسقط صراحة تقوم بدور كبير في قضية جذب الاستثمار، وقضية حتى يعني البحث عن مستثمرين. لكن هناك مشكلة رئيسية يواجهوها، أن بعض الأحيان المستثمر غير جاد، وفي بعض الأحيان كذلك المستثمر أصلا هو ليس مستثمر، إنما هو يعني مثل ما يقولوا عنده مكتبة وعنده حاجة للاستثمار، وهو بعد ذلك بعد ما يحصل على الأرض يبحث عن مستثمر آخر. فتجد أنه كثير من الأمور التي أعاقت الاستثمار عندنا هي هذا الأمر. لكن خلنا نبشر ببعض المشاريع اللي احنا سمعناها، انه يعني هناك مثلا ان شاء الله مشروع قادم في موضوع مرح لاند، سيتغير مرح لاند اللي موجودة في الحديقة الطبيعية الى حديقة جديدة متكاملة، احتمال يضاف لها كذلك حديقة مائية. كذلك في بعض المشاريع القادمة في حديقة ريام، كذلك موضوع كورنيش مسقط والواجهة البحرية، في مشاريع استثمارية قادمة أنا أتوقع إن شاء الله. أنا ما أريد أصرح عنها لأن لست المخول للتصريح عن هذه المشاريع، لكن ما أؤكد عليه أنه المشاريع القادمة مشاريع جدا قوية وجدا يعني مناسبة، وإن شاء الله ستكون هناك نقلة حتى نوعية في مجال السياحة يعني في مسقط خصوصا. وأنا أتحدث بشكل خاص كذلك عن السيب، إن شاء الله هناك مشاريع قادمة بإذن الله للولاية، بس ننتظر يعني مثل ما يقال أن نعطى الضوء الأخضر بعد حصول يعني الجماعة على توقيع الاتفاقيات وعلى حصولهم على كل المستندات المطلوبة. بعد ذلك إن شاء الله سيتم الإعلان عنها بشكل مبشر للجميع إن شاء الله. يعني سعادتك يعني ختاما، دور المجتمع في كذلك تشجيع نجاح الاستثمارات، أتوقع اليوم من خلالكم كأعضاء مجلس شورى، من خلال مكاتب أصحاب السعادة الولاة، من خلال حتى أعضاء المجلس البلدي وغيره، كيف ممكن نخلي المجتمع مساند لنجاح هذه الفرص الاستثمارية التي تحدثت عنها واللي بتشمل يعني مختلف ولايات المحافظة؟ جميل. طبعا المجتمع هو أساس نجاح هذه المشاريع. يعني أنا أريد أقولها على الهوى أن هناك بعض المشاريع قد لا تنجز بسبب المجتمع، المجتمع رافض لهذا المشروع ولذلك يقف هذا المشروع بناء على أنه المجتمع رفض هذا الأمر. قد يكون هناك سوء فهم من قبل بعض أفراد المجتمع لهذا المشروع ومكوناته، ما إن يتم صدقني سيجني الكل. وأنا يعني وراح أضرب على سبيل المثال، أني كنت في الحمراء الأسبوع الماضي وجدت أن المجتمع مترابط فيما بينه، لذلك يعني ولاية الحمراء من الولايات النموذجية في موضوع الاستثمار، أنا أقول المجتمعي، لأنه أغلب المشاريع اللي موجودة هناك موجودة هي مشاريع مجتمعية قام فيها أفراد المجتمع أنفسهم، ولذلك تجد الناس متحمسين والناس راغبين والناس ما شاء الله. يخبرني يعني سعادة الشيخ جمال العبري عضو مجلس الشورى هناك، يقول لي في البداية الأهالي رافضين وقالوا لا وما ممكن تسوي هذا، لكن مع يعني يقول لما رأوا النتيجة تفاجئوا، بالعكس يقول هم الآن داعمين، يقولوا جيبوا لنا مشاريع. فإحنا نقول دائما للمجتمع خليك مساند ولا تخليك مضاد، افهم المشروع بالضبط مكوناته. والجميل أنه أصلا أبواب المسؤولين مفتوح يا أخي، إذا أنت ما قادر تروح لفلان عندك عضو مجلس شورى، عندك عضو مجلس البلدي، عطيه مقترحاتك وقل له يا أخي هذه أريدك توصلها للمسؤولين. إن شاء الله بإذن الله ستصل، وإن شاء الله سيستمع لها، وإن لم يستمع لها هناك قنوات أخرى تقدر تطرق بابهم كذلك. ولذلك نقول إن إحنا
واجب على المجتمع معرفة تفاصيل الأمر والوقوف مع هذه المشاريع وكذلك مساندة نقول القائمين عليها لإتمام هذا المشروع بطريقة يعني جيدة. وهذا التواصل وهذا اللقاء تتوقع واحدة من أساليب الوصول كذلك للمجتمع وإدراكه بالمشاريع وغيرها من تفاصيلها. يعني طبيعي أنا كنت أسأل كثير عن هذه المشاريع عبد الله، وأقول لك من خلال يعني لقائنا اليوم مع المحافظ اللي شكرناه حقيقة على هذا اللقاء وعلى الشفافية، عرفنا كثير من المشاريع اللي ستقام على مستوى ولايات محافظة مسقط، وهذا ما نريد أن يستمر إن شاء الله خلال الفترات القادمة. شكرا جزيلا لك ساعتك، ومقدرين وجودك اليوم معنا في الاستديو رغم انشغالك وارتباطك كذلك بهذا اللقاء. شكرا جزيلا، حياكم الله يا عبد الله. شكرا لكم، يعطيك العافية. سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب.